ومن حسن الطالع في هذه الليلة ان نشرف بقارئ له اسمه وله قدره وله احكامه، هو فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم عبد العزيز المسلمي الذي اشتهر باتقانه واشتهر بادبه واشتهر بواجبه وعزوبة لسانه وحياء كلمته من اعلام قراء محافظة الدقالية الذي جاءنا يواجب الاسرة الكريمة فضيلة الشيخ ابراهيم عبد العزيز المسلمي، يتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة
فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر
فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. من عائلة ألف لام راء المباركة القرآنية ومن خواتيم سورة الحجر المكية تلا علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وصاحب الأداء التقي
وقمر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الوفي الشيخ إبراهيم عبد العزيز المسلمي. نشكر إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة شيخنا الراحل، باسم أسرة شيخنا الداعية إلى الله، باسم أسرة شيخنا حافظ القرآن الراحل الكريم فضيلة الشيخ محمود أحمد حسن عامر، باسم السيد المهندس محمد محمود أحمد حسن عامر والمعلم السيد محمود أحمد حسن عامر والمهندس أحمد محمود حسن عامر والأسطى شعبان أحمد حسن عامر والحاج فتحي أبو عامر، وإلى كلمة الشكر التي يتقدم بها حاج محمد عوض أبو سنة صاحب الهندسة الإذاعية، وأقول له ما قاله نبينا الكريم: الولد قطعة من الخال ومن شابه أباه فما ظلم. أشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى أولاد أبو الغيط، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية رضا رمضان، وإلى مقدم ضيافتنا الليلة الأخ الكريم سامي طه، وإلى عمدة مصور الحفلات القرآنية ومخرجنا ناصر صلاح. أيها الإخوة الكرام، هكذا قال نبينا الكريم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وقال نبينا الكريم: إن بيوت أهل القرآن لتتراءى إلى أهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فإن كان الأهل هنا في حزن على فراق شيخنا، فإن أهل السماء في فرح بقدومه، وإن أهل المقابر التي دفن فيها يسعدون به الليلة وإلى الأبد، لقول نبينا الكريم: من حفظ القرآن يشبع في 70 من أهله كانت وجبت لهم النار. فإذا كان للقرآن شفاعة لأهله فشفاعة بفضل حفاظه بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا الحد يتوقف إرسالنا على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب.